ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين, this is your plan إن شاء الله. We are gonna memorize recite سورة التكاثر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, كلا سوف تعلمون, ثم كلا سوف تعلمون, كلا لو تعلمون علم اليقين, لترون الجحيم, ثم لترونها عين اليقين, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن شاء الله بإذن الله we are gonna إن شاء الله memorize this surah بإذن الله which is called التكاثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.